هل زيارة قبر السيدة زينب هل هذه قرب للرسول صلى الله عليه وسلم وزيارة لا تكون سؤالا أو دعاء لهم؟ لا يجوز زيارة قبور الصالحين إلا إذا كان الأمر من باب الاعتبار. فإذا كان أهل العلم كالإمام مالك وغيره قالوا بأن قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالزيارة بدعة، قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة بدعة، فما بالك بشد الرحال لزيارة غير قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا شد الرحال لزيارة قبر السيدة أو لزيارة السيد أو ما إلى ذلك، هذا كله مما لا يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم.